نصل اليوم إلى المحطة الثانية لمهرجان المجموعات الغنائية التي أتتت المشهد الثقافي والفني ببلادنا منذ نصف قرن ونيف. وكما تعلمون أن في العديد من المدن والمداشر هناك لقاءات وأيضا مهرجانات، إلا أن المهرجان ديال الظاهرة بالحي المحمدي يكتسي طبعا خاصا كونه ينظم داخل مهد الظاهرة. فكل المجموعات الرائدة تقريبا بنسبة 79% هي انبثقت من هذا الحي المحمدي، الحي المعطاء، حي كاريا سنترال بحمولته التاريخية والرمزية وإسهاماته وعطاءاته في كل مناحي الحياة بما فيها وعلى رأسها ما هو ثقافي وما هو فني، وهذا معروف لا يحتاج إلى دليل. الخصوصية الثانية هي بالنسبة لهذا المهرجان والمحطة الثانية هي أنه بعد تقييم الدورة الأولى اقتضى الأمر الآن أن تكون كل السهرات، وهذا غادي يفسر لكم المدير الفني، كل السهرات هي مندمجة أو حالة اندماج بين الرواد وبين ما نسميه حنا مجموعات الاستمرارية الشباب. لاش باش نعطوا واحد رمزية ونعطوا واحد الرسالة على أن الظاهرة مستمرة باحتضان الشباب لها. الرمزية الثالثة وهو أن كل الفرق الرائدة هي بمثابة لجنة تنظيمية، لأن ملي كنقولوا ناس الغيوان وتقادة والمشاهب والسهام ومسنوة كلهم يعني بكافة أعضائها هم منخرطون خراطا كاملا في إنجاح هذه التظاهرة، بمعنى أن انتصرنا في هذه المحطة الثانية للعمل الجماعي على مستوى الإدارة وعلى مستوى الفني. بالطبع أعطت مقاطعة الحي المحمدي مشكورة التي هي كان لها الفضل في تنظيم الدورة الأولى والدورة الثانية واحتضانها، نظرا لأن كل أعضاء المجلس تقريبا هم أعضاء المجلس، هم فعاليات جمعوية، هم أبناء الحي المحمدي وبنات الحي المحمدي اللي في دمهم كما كنقول دائما في دمهم الأغنية الغيوانية أو أغنية الظاهرة. بالتالي احتضنوا هذا المهرجان وقال خصنا مهرجان، ولكن أعطوا واحد الرمزية هو أن إدارة المهرجان هي من أبناء الحي المحمدي. خرجنا عن النمط اللي تعتمد في الدورة الأولى للدورة الثانية. دابا برمزيا كاين مدير هو من المجتمع المدني، كاين مدير الفني هو من المجتمع المدني المكلف بالتواصل، هو من المجتمع المدني المكلف باللوجيستيك، من المجتمع المكلف بما هو تقني. هذه الإدارة التقنية وهذه الهيكلة تعطات فيها رمزية بأن من يجب أن ينظم هذا المهرجان هم أبناء الحي المحمدي من المجتمع المدني، وما على المقاطعة إلا الدعم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة اللوجستيكية والمادية لإنجاح الظاهرة. بالطبع باش نقولوها أن هذه أعتبر أن هذه الدورة هي الخطوة الأولى، هي الخطوة التأسيسية، لأن الأمل كبير والطموح كبير باش يكون مهرجان كبير اللي عنده واحد البعد وطني وعنده واحد البعد دولي، وهذا هو هذا الطموح هذا إن شاء الله من اليوم كتبدا الخطوة الأولى باش نمشيو أننا في الدورة الثالثة يكون عندنا مهرجان يليق بمقام وبتاريخ وبرمزية هذا 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 الحي، وأن انطلاقة أخذنا العهد على أنفسنا هي رسالي الدورة الثانية. غادي نجلسوا، غادي نديروا التقييم، غادي نوجدوا الأدبيات، غادي نوجدوا كل شيء، غادي ندقوا الأبواب، لأن الظاهرة ملك لنا في الحي المحمدي وملك لكل المغاربة، على كل المغاربة أن يحتضنوها سواء المؤسسات الرسمية سواء المؤسسات الخاصة.